بعد أكثر من عام على تحرير عدن وعدد من المحافظات، لا تزال السلطة الشرعية تعيش في الخارج كحكومة منفى. الحكومة التي تؤكد أنها باتت تسيطر على 80% من مساحة البلد لم تجد مكانا لها في المحافظات التي تسيطر عليها، أو هكذا يبدو الأمر مع استمرار بقائها في الرياض. خلال أكثر من عام كانت قيادات السلطة الشرعية تأتي وتذهب إلى عدن وبعض المحافظات، وفي كل مرة كان الجميع يتوقع أن تكون هذه الزيارة عودة دائمة، إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة. في الأيام الماضية تصاعدت المطالب الشعبية للحكومة بالعودة إلى المناطق المحررة لإدارة البلد واستكمال عملية التحرير ومواجهة الانقلابيين من الداخل، بعد أن ثبت أن بقاء الحكومة في الخارج كان ولا يزال عاملا مساعدا على إطالة عمر الانقلاب وانتشار الجماعات المسلحة في المناطق المحررة. تلك الجماعات التي استغلت فراغ السلطة في بعض المناطق والمحافظات الخارجة للتو من سيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع لنشر سلطتها بقوة السلاح الذي خلفته الحرب، ومد علاقات مع التنظيمات الإرهابية وحتى مع تحالف الانقلابيين في صنعاء. فكان التحرير الأول كأنه لم يكن، وهو ما اقتضى في بعض الأحيان تدخلا ثانيا وثالثا كما حدث في محافظة أبين وبعض مديريات عدن. وفي حين تتصاعد خطوات الانقلابيين على طريق إعادة تشكيل هياكلهم السياسية وتنظيم حلفهم استعدادا لاستحقاقات المرحلة سياسيا وعسكريا، تكتفي السلطة الشرعية من الخارج بمزيد من الوعود وعدم الاكتراث إزاء حياة الناس في المناطق المحررة وفي غيرها من المناطق، والتي تزداد سوءا مع استمرار سيطرة الانقلابيين على مقدرات الدولة والمجتمع.